السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان، وزعتم مساء بكل خير. أسعد مساء بكم وضيوف الكرام داخل الاستديو وجميعا. أن نلتقيكم في هذا البرنامج، برنامجكم ساعة خاصة جدا، هذا البرنامج الذي يعنى بمناقشة القضايا الكبرى السياسية والرهن السياسي. اليوم نلتقيكم في هذه الحلقة مع ضيوفي الباشمهندس طيب مصطفى، رئيس منبر السلام العالي. مرحبا بك باشمهندس. كما ايضا رحبوا معي بضيفي الجنرال احمد عيسى التغيير، القيادي بالتحالف السوداني وعضو وفد الجبهه الثوريه القادم من جوبا للتبشير بالسلام في السودان. مرحبا بك جنرال. مرحبا بكم جميعا. الراي العام في السودان خلال هذه الايام منشغل جدا بمساله متابعه قضايا السلام، ويمكن ان يتمخض منها، لا سيما ونحن على مغربه من توقيع النهائي على اتفاق السلام. ايضا هناك كثير جدا من الاشكالات المتعلقه بالازمه الاقتصاديه والمؤتمر الاقتصادي الذي كان منعقدا خلال هذه الايام الماضيه في قاعه الصداقه بالخرطوم. كل هذه المسائل هي بالاهميه، فان نسلط الضوء عليها ونتحدث فيها مع ضيوفنا المختصين حتى نصل فيها لنقاط واضحه، ونامل ان تتم هذه العمليه التوقيع على السلام الشامل قريبا، ويتجه كل حركات الكفاح المسلح والاحزاب السياسيه وجميعها الى الانتقال داخلا لمبحث مساله الانتقال السلس اللي يمكن ان يؤهل الناس الى دوله يتعاقبون فيها بالانتخاب. مرحبا بك جنرال. اولا انتم قدمتم الى الجبهه الثوريه او من الجبهه الثوريه الى الخرطوم بوفد كبير جدا، وكان الغرض الاساسي هو التبشير بعمليه السلام بعد التوقيع بالاحرف الاولى. ربما يكون كانت لكم أهداف، إنه أولها الوصول إلى الولايات بوفود ضخمة جدا، تتحدثوا مع المسؤولين، لكن تضعنا ما زجر حتى هذه اللحظة من كل هذه الخطط والبرامج التي أتيتم بها، علما بأنه جزء من وفد الجبهة الثورية الآن غادر الخرطوم اليوم إلى جوبا، وفي جزء ربما يمكن أن يلحق به قطن لحضور التوقيع السلام. فماذا فعلتم حتى هذه اللحظة في هذه الزيارة الطويلة؟ مرحبا بك ومرحبا بالمشاهدين الكرام. أولا أهنئ الشعب السوداني بمناسبة توقيع السلام بالأحرف الأولى، وبعد يمكن أقل من 72 ساعة هيكون التوقيع النهائي لسلام السودان في جوبا، ونبشر منه السلام هيكون سلام حقيقي ويتنزل على أرض الواقع. نعم، بعد توقيع السلام في جوبا بالأحرف الأولى قررنا أن يكون في وفد مقدمة من الجبهة الثورية للخرطوم، ويذهب لولايات السودان المختلفة للتبشير بالسلام والتضامن ومؤازرة شعبنا في كارثة الفيضانات. والحمد لله بعد ما أتينا إلى جوبا وجدنا استقبال حاشد من الشعب السوداني، وقمنا بجولات وزيارات لمناطق متعددة، مناطق الفيضانات، وأيضا أقمنا بعض الندوات، وقمنا بعمل إعلام مكثف في وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، بشرنا فيه بالسلام وشرحنا اتفاقية السلام التي وقعت في جوبا، وأرسلنا بعض الوفود والمناديب للولايات رغم الظروف التي تحيط بها الدولة من شح الإمكانات وكارثة الفيضانات التي عمت كل السودان، بالإضافة للأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا وإفرازاته، لكن استطعنا أن نرسل بعض المناديب للولايات للاستعداد التبشير بالسلام والتمهيد لزيارة قادة الجبهة الثورية بعد التوقيع النهائي. هيكون في زيارات مباشرة لمعسكرات النازحين واللاجئين، وحاملين معهم اتفاقية السلام لتنزيله على أرض الواقع، بعد ما يشرحوا الاتفاق للناس في معسكرات النازحين وفي الوديان وفي الغرة وفي الفرقان والمدن، بعد ذلك بيرجعوا الخرطوم عشان الاتفاقية دي هي للسودان وللشعب السوداني ولكل الناس، بعد ذلك يجوا راجعين في كيفية. جميل، سناتي لتفاصيل الاتفاق وكيف يتنزل اتفاق السلام لأرض الواقع. باشمهندس طيب مصطفى، أنت رئيس منبر السلام العادل، ربما يكون مسألة توقيع السلام بالأحرف الأولى جاءت في الظرف فيه الشعب السوداني داخليا انشغل بالكوارث والفيضانات ومسألة السيول، الكثيرين ربما يكون عبرت بهم هذه اللحظات. أنتم بعيون الصحافة، أنت صحفي وفي نفس الوقت رئيس لحزب، كيف تابعتم التوقيع الأولي في ظل ما مرت به البلاد حقيقة من جوائح ومن إشكالات كثيرة جدا؟ والله حقيقة أنا بفتكر أنه السلام يا إخوان هو غاية، غاية الله الحسنى السلام،
وحزبنا يسمى بالسلام، منبر السلام العربي، يعني هدف استراتيجي بالنسبة له أن يعم السلام، أن لأنه بدون السلام لا يمكن لبلادنا أن تنهض وأن تتغلب على مشاكلها. بلادنا عندما حدث الاستقلال وكانت من أول الدول التي نالت استقلالها، كان السودان موعودا ببلوغ الثريا عزة ومجدا وتقدما، كان من أكثر الدول تقدما وكذا، لكن للأسف الشديد يعني الحروب هي التي أنهكته. لذلك كانت قضية السلام هي القضية المركزية بالنسبة لمنبر السلام العادل، كيفية تحقيق السلام، وقامت يعني رؤيته على هذا الأساس. بالنسبة لهذه القضية نحن كنا حقيقة طبعا زي ما قلت لك نحن مهتمين جدا بقضية السلام ونتمنى يعم السلام، لكن أي سلام؟ دائما السلام يقوم على أسس صحيحة. لماذا؟ لأنه إذا لم يقوم على أسس صحيحة لن يستمر. لماذا؟ لأن هذه ليست الاتفاقية الأولى وليست الثانية وليست وهكذا، تعلم أن اتفاقيات كثيرة وقعت لكنها لم تنجز. ماذا تعني باشمهندس بأسس صحيحة مثلا؟ هناك اتفاق ربما يكون يعني هو رؤية مشتركة بين أنا أقصد أنه أولا مثلا أنا أديك مثال، يعني كنا هل قضية السلام هل يعني دي من القضايا التي ثارت يعني أنه فعلا أنه ينبغي أن تحقق خلال هذه الفترة الانتقالية مثلا؟ لماذا؟ لأنه وأن حقيقة الحكومة الانتقالية دي ليست مفوضة شعبيا، لم تقوم على انتخابات، لم تقوم بشكل ديمقراطي، لذلك ليس من حقها أن تعطي كما تشاء. يعني من الذي فوضها لكي تعطي؟ لذلك عندما تعطي أو تمنع هذا ليس من حقها، حق منه حق الحكومة المنتخبة. عشان يعني أديك مثال، يعني من ضمن الأشياء التي نوقشت الوثيقة الدستورية تحدثت عن فترة انتقالية معينة محددة بزمن معين. هؤلاء ذهبوا وقالوا بأنه جددوا الفترة الانتقالية 39 شهرا من يوم توقيع الاتفاقية، يعني لسه 39 شهر ما حتبدأ. طيب ما في لسه حركات، عبد الواحد محمد نور لسه لم يوقع، وتعلم أنه هذه الأيام هو يخوض حربا شعواء مع الجيش السوداني، الحلو كذلك خاض معركة كما تعلم هورال قبل حوالي شهر. هؤلاء لم يدخلوا كذلك في الاتفاق برضو، لما يجوا برضو حيمدوا الفترة الانتقالية يعني برضو إلى 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 أمد غير محدد، يعني ممكن جدا الفترة الانتقالية تبقى 10 سنة 5 سنة كده. يعني لذلك أنا أفتكر أنه هذا ليس من حق هذه الحكومة الانتقالية. لماذا؟ لأنها ينبغي أن تكون حكومة تصريف أعمال في كل الدنيا. عندما تقوم ثورة، عندما تقوم هناك تكون هناك حكومة انتقالية، ينبغي أن تهتم فقط أن يكون همها الأكبر أن تسلم الحكم لمن ينتخبه الشعب. لكن ربما يكون باشمهندس نعم. هذا الرأي يمكن أن يكون في فترة استقرار مثلا، لكن الآن هناك حركات تحمل سلاح تغاتل النظام تغاتل الحكومة، إذن كيف تتعامل مع الفترة الانتقالية دون أن تذهب إليهم؟ هذا ما حدث، هذا ما حدث يعني في فترة الحكومة سوال الذهب ما كانت الحرب شغالة، وفي حتى في أكتوبر يعني حكومة أكتوبر يعني فالفترة الانتقالية أطول ليس بالضرورة. لماذا؟ لأنه أنت لا تستطيع، أنت بتتخذ قرارات خطيرة جدا وكبيرة جدا، وتنقل الفترة الانتقالية إلى مراحل، يعني يمكن جدا هذه الفترة الانتقالية تبقى 10-15 سنة إذا كان كل الناس إجوا. وطبعا عندهم مصلحة، هؤلاء الذين يجلسون في كراسي الحكم ما عندهم مشكلة في أنه يمددوه 20 سنة طالما أن الحكاية دي من البلوم بيجيب لهم الحكم السلطة أصلا صراحة من أجل السلطة. فهذه مثلا قضية واحدة، قضية مثلا فترة تمديد الفترة الانتقالية. هناك قضايا أخرى كبيرة جدا، هناك قضايا أخرى كبيرة جدا ما ينبغي، لا ينبغي لهؤلاء الناس أن يفتوا فيها. لماذا؟ لأنه هذا حق الشعب، حق من يأتي به الشعب. إذا دعني أتحول الجنرال أحمد عيسى. تغيير أحمد عيسى، أنتم في الجبهة الثورية جزء من الحرية التغيير، جزء من الحاضنة السياسية الموجودة الآن، استضفتنا عدد من حركات الكفاح المسلحة غادة سواء كان داخل الاستوديو أو عبر السكايبي أو خلافه من شتى دول العالم. الحديث كان واضح جدا أنه نحن لم نكن طرف حتى هذه اللحظة، ربما يكون أنتم كذلك. الآن تسمع باشمهندس الطيب مصطفى يتحدث أنكم تفتون في قضايا هي ليست من مجال تفويض الحكومة الانتقالية، أنتم جزء منها. قد نعزلكم الآن كحركات لا زالت لم توقع للسلام، لكن ماذا سيكون رأيكم الآن تجاه هذه القضية؟ الشعب السوداني خرج في ثورة عنوانها حرية سلام وعدالة، والثورة كانت خيار الشعب. الثورة لم تأتي للاستطالة لفترة الانتقالية الطويلة بغض منها لانتقال. ما كيف ترون لهذه المسائل وماذا ستقولون مع شركائكم الموجودين الآن في الحرية والتغيير؟ أولا التفويض للسلام في السودان تم من الشعب السوداني. كيف؟
الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة الممهورة بدماء الشهداء وتضحيات الشباب والنساء والأطفال والكنداكات ضحايا الحروب في السودان 64 سنة من الاستقلال إلى يومنا هذا انتفضوا وطالبوا بالحرية والسلام والعدالة. فكان السلام هو الهدف الاستراتيجي والتفويض رسمي للشعب السوداني في تحقيق التنمية والاستقرار والتغيير. هذا من جانب. نحن في الكفاح المسلح امتداد لثورات طويلة على امتداد تاريخ السودان من الاستقلال إلى يومنا هذا نتيجة لأنظمة سياسية فاشلة. فشلت في إدارة التعدد والتنوع في البلاد. لم تكتفي بهذا بل افتعلت الحروب السودانية السودانية. ملايين الضحايا، ملايين القتلى، وفقدنا جزء عزيز من أرض الوطن اللي هو جنوب السودان. وما زالت تلك العقلية مستمرة مارست القتل والتشريد في شرق السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق. بعد توقيع السلام نزعوا أكثر من 2 مليون لغم أرضي. بعد الحرب العالمية الثانية الألغام اللي كان مزروعة في السودان أكثر من الألغام المزروعة في فيتنام. هذه أي عقلية؟ نتفق على ذلك جنرال إنه لم أصل إلى الموضوع الرئيسي. لكن هل التفويض فعلا هو حسب لم أصل لك إلى النقطة النهائية. انتهى الأمر لم ينتهي الأمر بذلك بل تلك العقلية ارتكبت الإبادة الجماعية في دارفور يشهد لها العالم وما زال معسكرات النازحين واللاجئين موجودة حتى الآن. نعم. إلى أن تم تجريمهم وانتفض الشعب ضدهم والآن هم في كوبر. هؤلاء هم آخر مجموعة كانت تدير ديناميكية الحكم في السودان بالعقلية الراديكالية التقليدية القديمة بين قوسين العنصرية والإرهاب. دي العقلية كان بيدار بها السودان وبيفتعل بها الأزمات في كل أنحاء السودان. سياسة فرق تسد والحروب ما ممكن يعيشوا إلا في ظل سياسة فرق تسد والحروب. جميل. ثورة ديسمبر المجيدة طوت تلك الصفحة بعد تضامن الكفاح المسلح مع القوى السياسية وتوحدت إرادة الشعب السوداني وقضينا على عقلية الشر في ذلك الحين في ثورة ديسمبر المجيدة. من ثم نحن في الجبهة الثورية قدمنا هدية للشعب السوداني اتفاقية سلام السودان في جوبا. وجوبا لها تاريخ لأنها كانت جزء أصيل من الوطن وانفصلت نتيجة للسلام على أسس الانفصال. لأن مشروع السودان الجديد لم يتوائم ويتعايش مع مشروع الأقلية الراديكالية في الخطوة. وضعت الفكرة جنرال لأن شركة باشمهندس طيب مصطفى باشمهندس جنرال يتحدث عن أنه كل ما يتم الآن بتفويض من الشعب. الشعب يخرج ضد النظام السابق طلب حرية سلام عدالة. هذا تفويض الحكومة الانتقالية في أنها تكمل الحريات تعمل عملية السلام تحقق العدالة بمحاربة المجرمين والفاسدين وغيره ثم الفترة الانتقالية. إذن عن أي تفويض أنت تعترض أو على أي تفويض تعترض؟ تفويض من الشعب السوداني. والله أنا حقيقة يعني بالله كده خلينا نفترض نفترض أنه هؤلاء يعني في تفويض يعني الشعب عاوز السلام. من الذي يثبت لي بأن الشعب فوض هؤلاء الناس لكي يأتوا بالسلام؟ هؤلاء الناس بصورة خاصة، هؤلاء الذين يجلسون على كراسي الحكم الآن لكي يعطوا يعني يتفاوضوا وبالنيابة عنه، من الذي فوضهم؟ هؤلاء ليسوا مفوضين يا أخواننا. نحن نتكلم عن يعني بغض النظر عن الكلام الذي تحدث عنه الأخ أحمد يعني قصة أنه هنا والذي حدث أو بتاع ومظالم ووال لا 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 حتى إذا سلمنا بهذا هذه ليست القضية الآن. القضية في أنه من الذي أعطى هؤلاء الناس الحق في أن يقرروا الثورة. أن يقرروا في هذه القضايا ليست قضية واحدة. أنا ما قلت كده 30 شهر دي أنا ضربت لك مثال يعني برضو حيجوا ذلك برضو يعملوا 10 سنة 15 سنة كده بتاع لأنه أصلا مصلحة حوالينا أنا ما قلت لكم مصلحتهم في أن يطيلوا الأمد الفترة الانتقالية. لماذا؟ لأنه أصلا الانتخابات لن تأتي بهم لن تأتي بهؤلاء الذين يجلسون على كراسي الحكم. أنا ذكرت قضية واحدة فقط قضية مثلا الفترة الانتقالية اللي هي أصلاً إخوان انتقال ينبغي أن يكون انتقالاً سريعاً تصفيف أعمال. هذا المفهوم في العالم كله
حكومة قامت بثورة ينبغي أن تسلم، يكون همها الأكبر أن تقيم انتخابات تسلم الشعب، تسلم السلطة للشعب للذين ينتخبهم الشعب. هؤلاء هم هذا هو العرف الديمقراطي، هذا هو المفهوم المعروف. لكن خلينا من هذه النقطة، القضايا الأخرى، القضايا الأخرى، القضايا الأخرى المتعلقة بالسلطة والثروة، هذه كذلك من الذي أعطاهم الحق؟ من الذي أعطاهم الحق ليقرروا مثلا في قضية الدين والدولة؟ من الذي أعطاهم هذا الحق أن يقرروا أنه العلمانية؟ هل لأنه التعاشي مثلا لأنه علماني زي ما هو صرح خلاص طوال الدين بغادي؟ هم طرف واحد، ليسوا طرفا، ليسا طرفين، إنما طرف واحد، لأنه هو يحمل نفس الأفكار التي يحملها الطرف الآخر. فلذلك أنا أفتكر أن كل القضايا التي نوقشت هذه ليست من حقهم، ليست من حق هؤلاء الناس. من الذي أعطى الحق لهذا التعاشي عشان يغرر؟ والله حتى لكباشي أو اللي حميتي لكي يغرر، من هم؟ هل فوضهم الشعب؟ هؤلاء لم يأتوا بتفويض من الشعب، لذلك لا ينبغي أن يقرروا. الشعب ده يريد أن يحقق، العالم كله يريد الديمقراطية، والديمقراطية لا تتحقق إلا من خلال انتخابات، والانتخابات ينبغي أن تحدث في خلال. لماذا حطموا الوثيقة الدستورية؟ الوثيقة الدستورية هل قالت أن 39 شهر؟ وهل فعلا أنه يعني وهل تحقق السلام الآن؟ أكبر حركتين مسلحتين الآن بتحت الأرض هما حركة الحلو. الحلو الآن هو في جبال النوبة، هو الذي يحتل بعض المحليات في جنوب كردفان، والآن هو رفض أن يأتي إلى جوبا، أن يجلس في جوبا، يشترط. هذا لم يبدأ معه الحوار، وهو الأصعب. لماذا؟ لأنه مالي إيده أكثر، والعمدة عنده عطيان حقيقية، هو الذي يستطيع أن يفرض كده. استسلموا لهؤلاء الذين ليس ما عندهم زي ما عند الحلو، وليس عندهم ما عند عبد الواحد محمد نور، وبالرغم من ذلك فماذا سيفعلون مع هذا؟ حتى قضية الكفاح المسلح، أنا بفتكر أنه هذا المفاوض ضايف على ذلك، والله من باب النية أوكي ممكن جدا، لكن ليس يعني أنت عندما تكون طرف في تفاوض حقه تكون تحسن فن التفاوض. هؤلاء التفاوض المرونة هي التي جعلت لا يحسنون فن التفاوض. يعني أنا أديك مثال، يعني لا ينبغي أن تسمى حركة زي حركة عبد الواحد محمد نور التي الآن تشن الحرب، الآن لو قريت تصريحاته التي قالها بالأمس بيحذر ويهدد الجيش السوداني، أنت بيسموه كيف حركة كفاح مسلح؟ إلى أن يضع السلاح، إلى أن يتحقق السلام، لا ينبغي أن تسميه حركة كفاح مسلح. كفاح ضد من؟ ضد من؟ ضد الجيش السوداني الذي يقاتله. فلذلك هؤلاء الناس قدموا تنازلات كبيرة جدا، ولم يحسن من أجل السلام والاستقرار يا باشمهندس، ولم يحسن دقيقة ما كده. هو ما المشكلة أنه هذا الضعف، عندما أنت تكون في مركز ضعف لا تفاوض، أنت ما تعطي بالمجان، خليك مفاوض عشان في النهاية الطرف الآخر ما يملي إرادته عليك. أنت بتمثل الجانب الحكومة، لا ينبغي أن تسمح للطرف الآخر أن يملي إرادته عليك. ده حركة كفاح مسلح، أنت بتتسلم له بسمي الأراضي التي يجلس عليها حركة أراضي محررة وتسميها حركة كفاح مسلح. كفاح مسلح ضد الجيش السوداني، طيب في جيش سوداني من هنا وفي جيش من هنا، وبيتقاتلوا الآن، بيتقاتلوا في هذه اللحظة. ماذا يقول الجندي هناك، الجندي في الجيش السوداني عندما تدلل هذا الذي يحمل السلاح ويقاتله ويحذره ويهدده ويتوعده ويفعل هذا، ماذا تسميه؟ لذلك هؤلاء حقيقة لا يحسنون فن التفاوض، بالإضافة إلى أنهم ليسوا مخولين مفوضين لأن يتفاوضوا بالنيابة عن الشعب السوداني. الشعب السوداني من حقه أن ينصب من يفاوضون بالنيابة عنهم. سنأتي للنقطة. جنرال، كل ما يدور الآن في جوبا هو الحكومة، سأديك مساحة حكومة الفترة الانتقالية التي تفاوض نفسها بشقيها، الجسم الحاضنة السياسية الانتقالية والحاضنة العسكرية التي دللت بالكفاح المسلح العسكري الموجودة الآن في جوبا، أنتم جزء منها. استهدفتكم هذه الحاضنة السياسية لأنكم ضعاف، لا تملكون الأسلحة ولا الأراضي المحررة، وبالتالي أصبحتم جزء من السلام، بينما أصبح الأغوياء الآن خارج الميدان وهم يتهددوا ويتوعدوا الشعب السوداني، سواء كان حركة عبد الواحد أو حركة عبد العزيز الحلو. عن أي سلام تتحدث يا جنرال؟ والآن البندقية في وجه الشعب السوداني. الحقيقة انكشفت كما قلت لك في ثورة ديسمبر المجيدة للمرة الثانية والثالثة، حينما انتفض الشعب السوداني ضد
الأقلية الراديكالية التي كانت تفتعل الحروب في السودان، وهلك السودان بكل شيء وقسم السودان، وهلك الخرطوم بالجوع. الآن الخرطوم تجوع أكثر مما كانت عليه في السابق. هلك الخرطوم بالجوع، الشعب انتفض ولم يذهب إلى دار منبر السلام العادل كحزب، لأنه منبر للسلام وللعدل. إذا كان يعني نظرنا إلى الاسم لفظيا، كان الشعب مفروض في 6 أبريل يمشوا دار منبر السلام العادل ويطالبوا بالحرية والسلام والعدالة، أو دار أي حزب عريق في السودان من الأحزاب العاشت في تجربة الحكم الفاشل في السودان. الثورة لكن لم تصل إلى الأحزاب يا جنرال، الثورة خرجت 6 أبريل الشعب السوداني. الشعب السوداني ذهب للقيادة العامة لقوات الشعب المسلح، ووقف أمام الجيش واعتصم بالقيادة ضد ليس الجيش بل الحركة الإسلامية السودانية التي استغلت الجيش في 89 وعملت انقلاب عسكري وقسمت السودان وأبادت شعب السودان وهلكت الشعب السوداني بالجوع. انتفض الشعب السوداني بالحقيقة ضد الحركة الإسلامية السودانية، والبشير يعترف في كل تسجيلاته إنه نحن حركة إسلامية سودانية. طيب. الجيش وقف مع الشعب في 6 أبريل بأجهزة مختلفة، جهاز المخابرات العامة، الشرطة، قوات الدعم السريع، يقفوا مع الشعب، والمكونات المكونة أو التي كانت تمثل الشعب مثل لجان المقاومة أو تجمع المهنين أو الحرية والتغيير من حقهم أن يكونوا حكومة انتقالية تمثل الجيش والقطاع المدني. هذا معلومة جنرال، الأعمال هذا طبيعي. نعم معلومة. أنا أتحدث عن حركات الكفاح المسلح لفترة انتقالية. الحركات لا زالت تتمنع بالسلاح. نعم. نحن جزء من الحرية والتغيير، وجزء من كنا موقعين على وثيقة الحرية والتغيير. نعم. وكنا بالكفاح المسلح. لكن نعلم جيدا أن العمل السلمي الجماهيري مع الكفاح المسلح حينما تلتقي إرادة الشعب لابد أن يتم اقتلاع جذور هذا النظام الفاسد اللي بيمثل أقلية ممتدة ل 64 سنة من استغلال اليمن هذا. نعم. منهج قديم لازم يتم اقتلاعه من الجذور، والحمد لله تم اقتلاعه في وما الجديد ثورة ديسمبر المجيدة. بعد ذلك لم ينتهي الأمر، لأن هذه المجموعة لها مؤسسات ولها إمكانيات اقتصادية سياسية وحكمت البلد 30 سنة، استولت على كل شيء. حدث فتنة في فض الاعتصام، وكان وراءه أيادي أيضا تتبع لتلك الدولة الفاشلة. لكن الشعب السوداني تجاوز أو استطاع أن يتخطى تلك المرحلة ويكون حكومة انتقالية. هذه الحكومة الانتقالية مهمتها تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، وهذا ما يطلبه حركات الكفاح المسلح. إذا كان الجبهة الثورية أو عبد الواحد نور أو عبد العزيز الحلو، ولكننا نعلم جيدا حتى الآن هنالك ميليشيات لم تحل، ما زالت تعمل في جنوب كردفان تستفز قوات عبد العزيز الحلو، وهنالك مجموعات تتبع للنظام البائد تم حلها لكن مش عادوا تنظيمه في شرق السودان وفي دارفور بيفتعلوا الأحداث، حاولوا إنه يعرقلوا اتفاقية السلام في جوبا، لكن استطعنا إنه نتجاوزه لأنه إحنا بنعرفهم بخططوا كيف. الآن جاءت المرحلة الثانية، مرحلة توقيع اتفاقية السلام وتنزيله على أرض الواقع. السلام الذي تم توقيعه في جوبا ليس سلام على أسس الحلول الجزئية كما حدث من اتفاقية 72 مرورا باتفاقية الخرطوم للسلام، اتفاقية الدوحة وأبوجة كان اتفاقيات على أسس الحلول الجزئية، يتم احتوائك وابتلاعك تحت مسمى سلام العزة أو كما يحلو للبعض. لكن حدث اتفاقية سلام كبير جدا في السودان وشهد له العالم، اتفاقية نفاشة، فكان سلام على أسس الانفصال، لأن الجنوب بعد التجارب الطويلة واتفاقية 72 وغيره وبعد 10 سنوات انهار، واتفاقية الخرطوم وقع اتفاق نفاشة أسس لجيشين وحاول يتحاور مع المركز في مشروعين، مشروع السودان الجديد والمشروع الإسلام السياسي الممثل في المشروع الحضاري. فشل هذه المشروعين أن يتعايشوا وينفصلوا. جدورنا نحن أين تكمن بعد ثورة ديسمبر. أيوة. الميزة تأتي هنا. تميزتم الآن. تميزنا. أنا جايك في الخط. عشان بعد ثورة ديسمبر المجيدة مطالب الشعب كان السلام، ونحن لا نقول تفاوضنا
بل تحاورنا مع رفاقنا في الحرية والتغيير ممثلين من الشعب السوداني في اتفاق السلام جوبا، هو السلام على أسس التغيير في السودان. نعم. ما سلام محاصصة ولا وظائف. وضعتك. سلام على أسس التغيير لإحداث تغيير شامل في السودان. أوكي. يقوم على منهج جديد يحافظ على التعدد والتنوع ويديره بشكل سليم ونحافظ على الأمن القومي السوداني. ممتاز. بس مهندس يتحدث عن إنه ميزة توقيع اتفاق جوبا الآن هي لم تكن موجودة في كافة الاتفاقات التي وقعت من قبل. هذا اتفاق شامل كامل يخاطب قضايا المواطن وحتى يستقر السودان. فلماذا؟ والله أنا حقيقة السلام جوبا، أنا كما قلت لك نحن نؤيد السلام وحزبنا حزب السلام وكذا، وبعدين حقه ما لا يدايد أحد علينا أو يتهمنا بأننا كذا وضد السلام وضد كذا وبتاع وعنك الاتهامات يعني ما بتجوز. خلونا نتكلم بصراحة، ما في حد عنده حق، إحنا عندنا في هذا الوطن أكثر منا، من حقنا أن نقول ما نشاء ونطرح ما نشاء لمصلحة هذا الوطن ولمصلحة الأفكار والأهداف والمبادئ التي قمنا من أجلها والتي نحيا من أجلها. يعني مثلا أنا أبدأ بالنقطة الأخيرة التي تحدث أنه قال مشروع السودان الجديد ضد مشروع الإسلام السياسي. نحن ضد مشروع السودان الجديد. لماذا؟ لأنه يستهدف مشروع الإسلام السياسي. لماذا؟ لأنه الإسلام بالنسبة لنا خط أحمر. نقدم الإسلام على كل شيء، ديننا نقدمه على كل شيء. هناك أولويات وهناك يعني انتماءات. الانتماء الأصغر يتيح ينسحب من أجل الانتماء الأكبر. الانتماء الأكبر بالنسبة لنا هو الإسلام. ما لا نفرق بين إسلام سياسي وإسلام اقتصادي. الإسلام واحد، دين توحيد شامل لكل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة وهي أحب البلاد إليه وفيها بيت الله الحرام من أجل الدين، ترك وطنه من أجل دينه. لذلك نحن نؤمن بنفس البتاع هذا. فكذا الإسلام بالنسبة لنا مقدم على كل شيء، مقدم على الوطن وعلى غير الوطن. الدين مقدم على كل شيء. لماذا؟ لأنه يوم الغيابة لن نسأل حتى عن وطننا ولا عن قبيلتنا، لنسأل عن ديننا وهكذا. هذا دي مبادئ لن نحيد عنها. مشروع الشمالي جاء من أجل إنهاء الإسلام. الإسلام لا أقول الإسلام السياسي، إنهاء الإسلام. وقال الإسلام السياسي حتى لو جاء من أجل ضد الإسلام السياسي، طالما أنه استهدف شيئا من الإسلام فإننا ضد هذا المشروع. أي حاجة تستهدف أي من مكونات الإسلام كما يحلو لهم، يعني مهما كان الاسم الذي يطلقونه نحن ضده. لماذا لم يكن تدافع ما بين رؤى وأيديولوجيات مختلفة حتى تذهب إلى الشعب السوداني؟ الأقلية لا ينبغي أن تفرض رأيها على الأغلبية. الشعب السوداني لا، المسلم لا ينبغي أن هذه الأقلية. هو دائما الحلو الذي يريد أن يفرض فرض الدين عن الدولة على الشعب السوداني. ماذا يمثل الحلو بالمقارنة مع الشعب السوداني المسلم وهكذا؟ هؤلاء ويتحدثون عن الديمقراطية. الديمقراطية هي حكم الأغلبية. هي يفرضون رأيهم على الأغلبية ويتحدثون عن الديمقراطية ويمشي حمدوك يوقع معه اتفاق بدون أن يستشير أحدا. أنا أفتكر أنه هذا كله كلام مرفوض تماما. قضية الدين والدولة وقضية الإسلام السياسي وقضية أن مشروع الشمال جاء من أجل إنهاء الإسلام السياسي. لن نسمح لأحد أن ينهي الإسلام السياسي. لن نسمح لأحد أن ينهي الإسلام أي من مكونات الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام دين توحيد يوحد الأمر كله لله سبحانه وتعالى، يوحد الاقتصاد والسياسة وما إلى ذلك. ومن لا يقول بذلك فهو مشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء من أجل محاربة الشرك المشركين مكة. الرسول صلى الله عليه وسلم أبوه اسمه عبد الله، ما لم يعرفه الله سبحانه وتعالى، لكنه مشرك. لا نعبده إلا أن يقربون إلى الله زلفى. لكن أبدا نحن ضد الشرك. من يرفض جزءا من الإسلام هذا أشرك. لماذا؟ لأنه أخذ السياسة من جهة أخرى. لا، نحن نأخذ السياسة نأخذها من الإسلام. طيب هذا هذه نقطة أولى. نعم. تحدث عنها. تحدث عن أنه يعني أنا الناي والدولة فضل الاعتصام واتهم طوال قال بأنه الدولة العميقة. الدولة ما أعرف طوال طبعا هو اتهم الحركة الإسلامية بأن هي التي يعني فضلت الاعتصام الدولة العميقة. طبعا ده كلام حتى الآن نبي الأديب شغال له سنة عشان يقول منو الذي فضل الاعتصام. عشان كده حكومة تحدث عن هذه المسألة طالما أنها موجودة عند لجنة كونت منذ أشهر أو منذ حوالي سنة. هذه مسألة لا ينبغي أن نتهم جهة لم يصدر حكم بشأنها. عشان كده سقوط النظام، نعم النظام سقط والنظام
ارتكب أخطاء، ما في كلام في ذلك. والنظام نحن الذين نتهم بأننا جزء منه، حقيقة نحن ذات دفعنا ثمن. لماذا؟ لأننا نحن كذلك كنا نعارض بعض سياسات النظام. ولا أظن أن كثيرين ممن يتحدثون الآن ويتهمون ولم يدفعوا الثمن الذي دفعته أنا شخصيا على المستوى الشخصي. يعني أنا الانتباه كما تعلم كانت حقتي وصودرت، والصيحة كما تعلم. فلذلك لا 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 أحد يدعي علينا فيها، لكن نحن نتحدث عن الواقع الحالي. هذه الحكومة الفاشلة، إذا كان النظام السابق ارتكب أخطاء كبيرة، لأن هؤلاء ارتكبوا أخطاء أكبر، هؤلاء أكثر فشلا. الشعب الذي انتفض من أجل المطالب المعاش الآن، أعمل مقارنة بين حال الناس الآن وحال الناس قبل سنة عندما عشية سقوط النظام، أعمل مقارنة، لا توجد مقارنة في كل شيء. هؤلاء فشلوا فشلا ذريعا في تحقيق كل شيء. لا يتحدث عن 30 سنة انتهت. الطبيب عندما يأتي لكي يعالج المريض ما بيقتل المريض، بيعالجه. هؤلاء جاءوا وفاقموا من المسألة وكانوا يتحدثون عن فشل. نعم صح، هناك فشل. طيب انت يا اخي افشل، اعمل مقارنة بين ما كان عليه دولار في ذلك الزمان وما عليه دولار الآن، ما كان عليه التضخم في ذلك الزمان وما كان عليه، ما كان عليه الغلاء الآن وما كان عليه، ما كان كل شيء. عندما تحدث تعقد المقارنة، هؤلاء لم يفشلوا في كل شيء، لم يفشلوا في كل شيء، إنما فشلوا حتى في أن يحافظوا على الأوضاع كما كانت كما هي عليه. جنرال، الحديث ربما يكون طويل جدا. الثورة كانت ثورة الشعب بكل هذه المضامين وبكل هذه الشعارات، لكن الواضح وفق كلام الباشمهندس الآن إن هناك انجراف حقيقي عن مطالب الشعب السوداني الحقيقية. الشعب السوداني ما فوض الناس لعملية السلام، لكراسي، لحكم، لغيره. فوض إذا كان ذهبنا إلى ما ذهبت إليه من تفويض لأجل فترة انتقالية محددة. الآن أنتم قدمتم إلى الخرطوم كوفد للجبهة السورية بحكم عودة اتصالات كثيفة جدا بالجهاز التنفيذي الموجود الآن. خلينا نتجاوز مرحلة الخلافات الحصلت السابقة، ممكن الناس يستعيروا منها. شنو الفكرة الآن وشنو خرجت به كجهاز تنفيذي؟ كانت المعارضة، الكتاب، الصحفيين، المعارضين، كل الذين ضد الحرية وتغير تحدثوا طيلة العام ونصف عن الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها البلاد الآن، عن عدم الانسجام في الحرية وتغير نفسها. حميتي تحدث عن فشل، حمدوك تحدث عن فشل، مش عارف عادة من قادة النظام الآن تحدثوا عن الفشل السريع. ما الذي يمكن أن يستدرك الآن بعد توقيع السلام حتى تستعد العجلة الفترة الانتقالية لنذهب نحن للشعب السوداني ليغرر من سيحكم يومها، الحلو بالعلمانية أم الإسلاميين بالإسلام أم الليبراليين بما يريدون يعني؟ أوكي، أتكلم الدكتور إنه ليس لأحد حق في هذا السودان أكثر منا. إذا كان بقصد الإسلام السياسي، الإسلام ما فتح السودان زي الأندلس، دخل السودان عن طريق التجار عن طريق التجارة واتفاقية البغض، ما كان فتوحات إسلامية. ده واحد. نمرة اثنين، إذا كان بقصد مشروع آخر، السودان مكونات ممالك وسلطنات وحضارات وتاريخ عشرات الآلاف من السنين، حضارة كوش. فمن حق من هؤلاء بالسودان من غيرهم؟ ومن الذي أطلق عليهم اسم السودان؟ ده إجابة على السؤال من شقين، إذا كنت بتقصد الإسلام السياسي أو تقصد مشروع آخر. نحن نعتز أن كلنا سودانيين ونحب بعضنا ونحب التنوع والتعدد. وإذا كان في جنة اسمها دار السلام، أنا بقول أنه ده السودان، لأن شعب السودان بيحب الآخر. في شعوب تانية تمتاز بكره الآخر، لكن الشعب السوداني بيحب الآخر ويشهد لنا العالم بذلك. الحكومة الانتقالية حتى وإن كان لي بعض التحفظات أو توجد بعض الإخفاقات، لكنهم نجحوا الآن في تكوين الحكومة الانتقالية، لأنه كان مرحلة صعبة جدا. إذا لم تكن هنالك حكومة انتقالية كان هيكون في فراغ سياسي، وده كان بيكون فرصة لعودة النظام البائد. كيف يعود النظام البائد؟ بيعود في شكل إرهاب، أي نحاول ينتقم ويصفي بعض المجموعات ويغتالهم ويكون في شكل بتاع إرهاب. لكن الحكومة الانتقالية قدرت تتحكم في مفاصل الدولة وحاول عدة محاولات انقلابية وفشلوا. الخطوة الثانية قدرت تنجز السلام،
سلام جوبا. أنا سميته سلام على أسس التغيير، لأن إحنا تكلمنا عن معالجة جذور المشكلة السودانية وتغيير منهج الدولة السودانية، منهج قديم راديكالي فاشل أدى إلى تقسيم السودان وارتكب إبادة جماعية في دارفور وغيره ومناطق النيل الأزرق وهلك الشعب بالجوع. المنهج ده لازم يتغير ويجي منهج يأسس على قواعد وأسس متينة تنطلق بالبلد إلى الأمام، توفر الحرية والسلام والعدالة. والحمد لله بعد أقل من 72 ساعة يتم توقيع السلام في جوبا، والسلام يتنزل لأرض الواقع. تنزيل سلام السودان الذي يتم توقيعه في جوبا إلى أرض الواقع في الخرطوم معناه ده مشروع التغيير في السودان. اتفاق سلام جوبا الفرق بينه والاتفاقيات السابقة إنه هو مشروع التغيير، لأنه بيجسد ثلاثة حاجات: حرية، سلام، وعدالة، ودي مطالب الشعب السوداني. وهنا بكون آخر نفس للدولة العميقة وآخر نفس للإسلام السياسي الراديكالي المتطرف التي نعلق عليها والشماعة التي نعلق عليها سطن طوي بتوقيع هذا الاتفاق. ليس الدولة العميقة فحسب، الإسلام السياسي الراديكالي المتطرف الجهادي الذي يقول أن السودان ملك لنا وأن الله فوضنا لكي نحكم السودان بالإسلام وغيره سوف يذهبوا إلى مزبلة التاريخ بمجرد التوقيع، لأنهم دمروا أكبر مملكة إسلامية في السودان هي مملكة دارفور ومملكة سنار كانت ممالك إسلامية. بمجرد التوقيع على الاتفاق دمروا وأبادوا وهجروا شعبها، فلذلك الإسلام السياسي ظهر مفسدين في النهاية. واحد يمتلك كم بيت وكم عربية والشعب يشهد إزالة التمكين وما إزالة التمكين. فبتوقيع السلام ده مشروع التغيير، إحنا ننزل الأرض الواقع ومنضحي بأرواحنا ودمائنا من أجل مشروع التغيير ومن أجل محاربة الإرهاب. لم نقل أن المسألة انتهت لنتصارع في الكراسي أو غيره، نتفرق لمحاربة الإرهاب في السودان. الأغلبية دكتور هي بما جاءت من مهر ودماء والثورة، وبالتالي جعلت أنه هذا المشروع يقوم يمحو تماما هذا المشروع الذي قام 30 سنة وأفسد في البلاد وأفسد العباد. كلام حتى كلام كلام والسلام يعني. هو على كل حال يعني لا لا الكلام ده لا احتاج انا ارد عليه. لماذا؟ لانه يعني ما ما, ما انا انا اتفاق جوه ده. وانا هل تعلم انه في كمان مسار جديد، مسار الوسط ومسار الشمال؟ انت بتوقع اتفاقيه معناك ما رفع السلاح. طيب انا فكرت بالمناسبه، انا مولود في قريه في نهر النيل اسمها الهوبجي، انت عملين مسار الهوبجي، طالب برضه امشي اجلس، اي انسان يمشي اجلس يا أخي. أنت عندما تجلس مع هؤلاء الناس أتاح المجال لكل إنسان أن يأتي ويوقع معه اتفاق، مش قضية سلطة وثروة. أوكي يلا كل واحد أعمل مسار الشمال، من الذي فوض هذا الذي يتحدث باسم الشمال؟ طيب يا أخي إذا كان أنت وقعت معه اتفاق، مش كان على الأقل تديه السلطة بأنه هو يعين الوالية، الوالية التي حينت الآن في الشمال أو في نهر النيل أو في الشمالية؟ لأنه مجرد يعني بس كده يعني. والوسط أين هو الوسط؟ ما هي حدود هذا الوسط؟ بس كده ويوقعوا معهم كل من هب ودب يوقعون معهم. توريك أن هؤلاء الذين يتفاوضون باسم الحكومة، يتفاوضون باسم الحكومة، هؤلاء ليسوا مؤهلين. لماذا؟ لأنه لا يعرفون فنون التفاوض وما يعرفون الخطوط الحمراء ولا يعرفون ذاتهم ما يفعلون. عشان كده هو بس أي زول جاوب خلاص كده، مسار الشمال، مسار الوسط، مسار كده. حتى لو جاوب مسار اي قريه منه ممكن برضه يمشي يوقع معه. انا افتكر هذه الفوضى اللي حصلت، انا افتكر يعني كانت يعني خرمجه ما بعدها خرمجه، وكان كان 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 ينبغي ان يتأنوا شويه، وكان ينبغي ان يعطوا هذا، يعطوا قوس باريها ويعطوا الامر لمن يستحقون، لمن يفوضون باسم الشعب. اي حاجه بالمناسبه، النيل للنار، النيل للنار حاجه تمت بصورة غير صحيحة في النهاية حتفشل. لماذا؟ لأن الاتفاقات السابقة كلها فشلت. لماذا؟ لأنها لم تقم على أصول صحيحة. هؤلاء ليسوا مفوضين. ياخذ وثيقة دستورية تتحدث عن أن الحكومة المدنية هي التي تتفاوض. من الذي فاوض؟ الحكومة المدنية. هؤلاء خرقوا الدستور اللي هي الوثيقة الدستورية، خرقوها وذهبوا وفاوضوا. حسن الآن الحلو قال لا أبدا، أرفض أن أتفاوض مع ده. ليه؟ لانه ده يعني عنده راي في قضيه الدين والدوله، مثلا اقول له حميتي، مع انه حميتي شكر وقال بانه الحر الرجل طيب. وهكذا يعني خرمجه ما بعدها خرمجه. اذا باشمهندس خلينا نقول انه نحن حقيقه
نحن أصلاً يعني هل سنقاوم هذا البتاع بسلاح؟ أفضل لن نرفع السلاح. هؤلاء الناس كانوا فاشلين في كل شيء، في كل شيء. لا، ليسوا مؤهلين لكي يديروا الدولة. نحن حنقعد نتفرج عليهم كده. لن نرفع السلاح ولن نرضى بأن تلاقى قطرة واحدة. سنظل نعاين فيهم كده وبراهن حيقعد. ولكن كده نشوف حيعمل شنو مع الحلو مع عبد الواحد محمود. حس أنا مثلا أمس كتبتها أمس يعني علقت على قصة عبد الواحد محمود نور وتهديده اليوم بعد المعركة التي حدثت في منطقة اسمها منطقة في جبل مرة. يعني بيت السوداني طلع بيان وهاجم فيه وقال بأنه هؤلاء اعتدوا. ذاك طوال تحدى قال بأنه هؤلاء كذا وسنفعل. وبرضه اسمه حركة كفاح مسلح. على كل حال سنصبر على هؤلاء ونعاين حيعمل شنو. طيب باشمهندس، في ظل الشعارات بتاعت الثورة حرية وسلام وعدالة، الآن الحديث في إطار السلام، مهما كانت المبررات جنرال يتحدث عن هناك توقيع للسلام وحيتم خلال 72 ساعة وهو سيكون بارغة أمل لشعب السودان. عشان أريد أن أسألك أنت، ماذا عن الحرية والعدالة؟ عدالة، لا زال هناك عدد كبير جدا من الموقوفين سواء كان على جرائم مسمى محددة أو موقوفين اعتقالا. أنت ربما يكون خرجت مؤخرا أيضا من توقيف اعتقال، لك أن تنظر. أنا سجنت من أجل مقال. الحمد لله أنه الكتاب نصروني لأنه مقال حرية الكتابة. لأنه حرية صدقني أنه عندما كنا نعترض على سياسات النظام السابق في الصحافة كنا نذهب وفي نفس اللحظة نمشي على بيوتنا. ما في حد كان يعتقل. اعتقلوني أنا عشان شنو؟ عشان كتبت لي مقال. ليه؟ لأنه هاجمت واحد من أباطرة لجنة إدارة التمكين اسمه صلاح مناع. الوثيقة الدستورية معطلة الآن، المحكمة الدستورية معطلة الآن حوالي سنة الآن، ما في محكمة دستورية لكي تطعن في مخالفات هؤلاء الناس للدستور اللي هو الوثيقة الدستورية معطلة. لجنة الاستئناف زي ما قالت عضو المجلس السيادي رجاء نيكولا معطلة منذ حوالي 8 شهور. الاستئنافات التي قدمت أمامها قالت 1615، أكثر من 1615 استئناف لا تنظر. في النهاية اعترف واحد منهم اسمه بيدي صالح قال بأنه نحن ارتكبنا أخطاء. أنت ارتكبت جرائم. لماذا؟ هذا الرجل، هؤلاء الناس يصادرون البيوت ويشيطنون في الإعلام. الإعلام الذي ينبغي أن يكون إعلام الدولة السودانية متاح للمعارضة وللحكومة ليس متاحا للمعارضة، متاح فقط لقحت. أنا كنت مدير التلفزيون 7 سنوات، لا يحق لي أن أذهب إلى التلفزيون لكي أتحدث دقيقة واحدة. إعلام الدولة مسخر لهؤلاء الناس لكي يتحدثوا ويسيطروا ويتقول عن ده حرامي وده سرق وده عمل وده نهب، بالرغم من أن أحكامهم هذه لم يظهر فيها القضاء. في نهاية الأمر القضاء نفسه اعتدوا عليه. القضاء نفسه 150 قاضي فصلوهم. كفاءات من القضاء أعظم بكثير من أسود الفكي. أسود الفكي إسوه شنو؟ لا يساوي غرزة في نعل هؤلاء القضاة الذين فصلهم أسود الفكي. والله ويدي صالح، هؤلاء الناس لعبوا بالبلاد. لجنة إدارة التمكين تقوم على قانون يتعارض مع الوثيقة الدستورية. نبيل أديب الرجل القانوني الكبير التابع لقحت انتقد هذا القانون، قال بأنه يتعارض مع الوثيقة الدستورية لكنهم يصرون عليه. لماذا لا يريدون للمحكمة الدستورية أن تنعقد؟ لماذا لا يريدون للجنة الاستئناف أن تنعقد؟ طيب لجنة الاستئناف دي لو انعقدت الآن 1615 حتقف تفرغ من 200 تفرغ 200 من نظر 1615 استئناف متى؟ كم سنة؟ الحبر النائب العام قال بأنه ما عندنا بيانات كافية. طيب يا أخي ما عندك بيانات كافية، ما تطلق صراحة الناس. هؤلاء الناس يرفضون حتى إطلاق سراح الناس بالضمان، يرفضون إطلاق سراحهم.
هؤلاء مارسوا ممارسات لم تحدث في تاريخ السودان، ويتحدثون عن ثورة، ويتحدثون عن حرية سلام وعدالة، هؤلاء اختطفوا الثورة، اختطفوا البلد، فعلوا فيها الأفاعيل خلال النظام السابق. ونحن كنا يعني مسؤولين، عندنا صحف. من أكثر القضايا التي يطرحونها قضية الفصل التعسفي. فصل آلاف مؤلفة من الكفاءات. طيب يا أخي أنت هناك ما تتكلم عن الفصل التعسفي، لماذا فصلت هؤلاء الناس؟ في النهاية وجدي قال أنه أخطأنا في بعض الناس، أخطأنا في تعترف. طيب ما خلاص أنت كل شيء. فلذلك حرية سلام مرمطوها. هؤلاء الناس أصلا لم يأتوا من أجل هذه الشعارات، إنما جاءوا من أجل تمكين أنفسهم فقط، ليس أكثر من ذلك. عشان كده الآن هم أشوف مرتباتهم، أشوف مخصصاتهم بمقارنة مع مخصصات النظام السابق. جنرال، هذا الحديث أنا لا أريد أن أتابعه تفصيلا، لكن هناك نقاط جوهرية أساسية. تحدثت عن أنه الثورة حينما أتت لتكمل هيكل الحكم، وتتحدث عن الدولة الجديدة وتنبز الراديكالية، وما تحدثت به مصطلحات سياسية كثيرة. لكن الشاهد في الأمر أنه حتى هذه اللحظة إن كان أنتم تعزلوا نفسكم ويعزلكم الشعب السوداني كحركات الكفاح المسلح بعيدين كل البعد عن الحاضنة السياسية وتصرف الأمور السياسية الداخلية، لكن لم يكن هناك مجلس تشريعي حتى هذه اللحظة، وهذه من أساسيات أو مطالب الثورة، فإن يكون في هياكل للدولة لم يكن في مجلس تشريعي، المحكمة الدستورية ما موجودة، استئنافات ما موجودة، كثير من الأشياء الآن هي أساس للعامة وليس للخاصة. لماذا تركتم كل هذا وتتحدثوا الآن عن فقط تسوية للسلام وستوقعوا بعد 72 ساعة عشان ما تجي الخرطوم هنا بعد ذلك تبقى زي ما قال المدافع حول المحصصة؟ ماذا تعطى أو ماذا تأخذ الحركة الشعبية، وماذا يأخذ التحالف، وماذا ستأخذ الأحزاب الأخرى وهكذا، ويكون الشعب السوداني ضايع في هذه الملهى. كثير جدا من القضايا معطلة أساسية. الشعب السوداني الآن يعاني من أزمات جوع وإيقاظ وغود وخلاف وخلافه. أي هياكل التي اكتملت الآن حتى تنقل السودان نقلة انتقالية حتى يستدم الأمر ويقول الشعب السوداني كلمة؟ نعم، هنالك أخطاء، ولكن الأخطاء يتحملها معظم الأحزاب السياسية داخل الحرية والتغيير وخارجها. ما علاقة الخارج الحرية والتغيير بالأخطاء؟ لأنها كانت داخل الحرية والتغيير وخرجت من الحرية والتغيير البعض منها. هذه الأحزاب السياسية من الأجدر والأحرى أن تحقق مطالب الشعب السوداني في ثورة ديسمبر المجيدة في اعتصام القيادة العامة. كان من الممكن أن نأتي إلى السودان منذ ذلك اللحظة. طالبنا بإدراج قضايا السلام في الوثيقة الدستورية، ولكن المطامع الحزبية والمصالح الحزبية تفوقت على مصالح الوطن ومطالب الشعب السوداني. حصل إقصاء للجبهة الثورية وتم تشكيل الحكومة الوثيقة الدستورية بغياب الجبهة الثورية. كنا في أديس نتفاوض في تفاصيل تضمين قضايا السلام في الوثيقة الدستورية، وفي الخرطوم تم إعلان الوثيقة الدستورية. ذهبنا إلى القاهرة لكي نتفاوض مع هؤلاء الأحزاب داخل منظومة الحرية والتغيير لمعالجة هذه القضية وإدراج قضايا السلام في الوثيقة الدستورية، ولكن قالوا أنهم غير مفوضين. من ثم عدنا إلى جوبا وعادوا إلينا للتفاوض. طيب قالوا بعض مفوضين، من أين تبي التفويض بعد ذلك؟ قالوا بأنهم ليسوا مفوضين. لم نسألهم من الذي فوضكم أم لا، لكن لأننا نعلم التفويض وأتوا فاوضوكم، نعلم جيدا بأنهم كانوا يتهرولون وراء المكاسب والمغانم فقط في ذلك الحين. فنحن انتظرنا في جوبا وأتوا إلينا بعد مواجهات ومصادمات مع النظام البائد والتقاطع الأيديولوجيات داخل هذه الأحزاب. لم يتقدموا قيد أنملة اللي هي مكونات الحرية والتغيير، رأوا بأنهم سوف يذهبوا إلى الهلاك لأن الشعب بدأ ينتفض ضدهم. فكروا مليا وقالوا من الأجدر أن نتضمن قضايا السلام في الاتفاق، لأن دارفور عادت للحرب من جديد وغيره وغيره. يعني رغم أننا لم نحمل السلاح. هل يعني ذلك أنهم احتموا بالحركات الكفاح؟ لا أقول احتموا، لكنهم جاءوا إلى الطريق الصحيح.
بعد أن أدركوا الخطأ. طريق صحيح ليس طريق الكفاح مثلا بل طريق الشعب السوداني في مطالبه بالسلام. نحن التزمنا بوقف إطلاق النار لأننا نحترم ثورة ديسمبر ونحترم الشعب السوداني في ثورته. ولم يكن الشعب السوداني فحسب بل مكونات الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية وقوات الدعم السري والشرطة كل الذين وقفوا مع الشعب في ثورة ديسمبر المجيدة نحن نحترمهم وأعلننا وقف إطلاق النار وبدأنا ننتظر هذه المكونات. بعد ما تمرد الشعب من جديد على هؤلاء وبدأ الحرب يستعر من جديد في أطراف السودان تأكدوا تماما بأن بدون سلام ليس هنالك تغيير على الإطلاق في السودان. من ثم استأنفنا التفاوض من جديد في جوبا لمدة عام. حصلت عوامل كثيرة أخرت التفاوض ولكن تجاوزناها. كل القضايا التي تتحدث عنها الفترة الانتقالية سواء كانت هياكل على مستوى المجلس التشريعي أو سواء كان على مستوى أجهزة الدولة مثلا المحكمة الدستورية أو خلافها هي الآن قضايا مرجئة لها. هذه القضايا ليست مرجئة فحسب ولكن تقاطع الأيديولوجيات والمطامع الشخصية والجماعية داخل هذه الأحزاب المكونة الحرية تغيير يجعلها تتناكف وتتصارع في تكوين هذه أين مشروع الذي أتت به مشروع الحرية والتغيير الذي هي لم تأتي بالمشروع هي لم تأتي الشعب السوداني هو الذي جاء بمشروع التغيير حرية سلام وعدالة الشعب السوداني هو الذي جاء بهذا المشروع حتى ينفذ والسلام الذي يتم توقيعه في جوبا هو التتويج لمشروع التغيير في السودان هو التتويج لمشروع التغيير في السودان. الآن أنت ترى ما يؤكد لك ذلك أن بعد توقيع سلام جوبا بالأحرف الأولى ووصوله في المقدمة إلى جوبا هنالك بعض الأحزاب تحالفت مع بعض المكونات في الكفاح المسلح لما أجندة ومآرب كثيرة جدا. إذا نحن لازلنا في الأحزاب السياسية التقليدية الأحزاب التقليدية يجب أن تغير عقليتها. نحن في القرن 21 متطلبات هذا العصر تختلف تماما. هذا العصر عصر العولمة. اللاعبين في هذا العصر هو الاقتصاد العالمي هو الإعلام هم الشباب هم اللاعبين في هذا العصر. وثورات المنطقة ما سمي بثورات الربيع العربي كنت ترى تماما دور الشباب وتأثيرهم في تغيير الأنظمة. وضحت الفكرة. متى تطالبون باكتمال هذه المؤسسات المفقودة يا جنرال؟ هذه المؤسسات التي لم تكتمل سوف تكتمل مباشرة بعد توقيع السلام. من ثم نبدأ في إدماج اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية من ثم نشرع في تنفيذ وتنزيل السلام على أرض الواقع. فترة انتقالية من الصفر بعد التوقيع مباشرة 3 سنوات. السودان من 64 إلى يومنا هذا لم يتعافى. لماذا نبكي على 39 شهر؟ 64 سنة من استقلال إلى يومنا هذا كان فشل ذريع وأكبر الفشل الذي أدى إلى تقسيم السودان وإلى الإبادة الجماعية في دارفور. ف 39 شهر كل فرح والزهور والطرب والنغم وسلام. لماذا لا تنتظرون يا باشمهندس وتصفقون لهذا الطرب وهذه الزهور خلال 39 شهر حتى يستمر الشعب السوداني من بعدها في دوام بتاع الامن والاستقرار ورخاء وديمقراطيه ما حنسلمي يا احمد ما حنبرق من البلد حنقعد 39 شهر ولا 40 ما يجي 39 نحترم التعدد والتنوع لذلك جلسنا معك الان نحن لا نريد ان نطرد احد ونحترم التعدد والتنوع ادارته بشكل سليم. نعم انا اصلا ما حتقعد معي يعني ولا انت تقعد معي يعني كثير انك تقعد معي يعني ما كثير ما كثير اقعد معك لو كثير انا وجه لي الدعوه وما رفضت الدعوه لانه انا بعتبره حوار بتاع حضارات حوار بتاع مشاريع. نعم الفكره طيبه في هذا العصر عصر مشروع التغيير بيحكم حوار الحضارات. جنرال نتحدث الان عن فتره انت فلسفت لها ان هي فتره بتاعت رخاء لتنقل الشعب السوداني اريد ان اسمع رايك. هو يعني حنمشي وين يعني احنا قاعدين كمبيوتر 39 39 ما 39 والحين حاجه قلت لك اضيف لها 50 كوبليه ثاني مويه وبعدين ثاني عبد الحاج كوبليه كذا وبتاع وجاي واحد ثاني شفته يقوم حركه متمرده كذا يقول برضه كذا تاخذ 15 20 سنه والحزب الشيوعي ما عنده مانع داير الحكايه دي لانه اصلا براه كذا بي اخوي واخوك بانتخابات ما بيجي اخر انتخابات جاء فيها كم. ولذلك هؤلاء الناس يعني ما عندهم مانع 39 وبتاع ونحن في النهايه
قاعدين يعني حنمشي وين؟ بلدنا دي حنقعد فيها ونشوف في النهايه اخرتها يعني. باشمهندس ذكرتها من قبل حنبقيت نمشي وين نشيل بقيت نمشي وين؟ انا قلت حنمشي وين؟ احنا محتاجين انه شنو اللي ممكن تعمله الاحزاب السياسيه الان خارج منظومه الحريه التغيير؟ في انه الان هنالك الان حركات كفاح مسلحه وحركات مسلحه هي موجوده في الحريه التغيير موجوده الان لها مشروع سياسي، المشروع ده يعني الاحزاب السياسيه الان الغير مشاركه في الحريه التغيير. وما يشهد الان في الساحه السياسيه انه هذه الاحزاب هي الان اما نائمه واما هي بتعمل حسب رؤيه حركات الكفاح المسلح واحزاب الحريه والتغيير ان هذه الاحزاب تعمل من اجل الانقضاض على الدوله. لماذا لا تفعلون عمل الاحزاب السياسيه المعارضه من اجل تفصيل هذه الحكومه باخطائها حتى تدرك المرحله الانتقاليه بكل وضوح؟ طيب اقول لك بصراحه نحن يا احمد يعني ما حنقعد معنا كده بس كده مستسلمين، لا ابدا ابدا، المعارضه حنظل نعارض. لماذا؟ لانه هذا من حقنا. هل تعلم اخوي احمد ان الوثيقه الدستوريه دي التي صنعوها بايديهم وضعوها بايديهم المعطله معطله ليه؟ لانه عطلوا المؤسسات المشرفه على تنفيذها التي يستأنف لديها التي يعترض عليها عندما يحدث تعارض مع الوثيقه الدستوريه. هل تعلم ان هذه الوثيقه الدستوريه تنص على انه عدم التمييز بين المواطنين لأي اعتبار بسبب الرأي السياسي أو الدين أو العرق أو كذا أو كذا، عدم التمييز. هذه الوثائق تنص على ذلك، وهذه الوثائق بالمناسبة وقعوا عليها هؤلاء الناس ولا يوجد تمييز الآن. والمعتقلين ديل شنو؟ يعني حس غندور ده معتقلين ليه؟ عشان رأي سياسي. هؤلاء الناس عطلوا يعني بهذا النص من الوثيقه الدستوريه. النص مش هو وقع على وثائق دوليه. انت عارف قبل ايام مجلس حقوق الانسان عمل اداره مش كده؟ تكلم عن مثلا لجنه اداره التمكين، كلام مطال جدا. تكلم عن الحريات، انتقاض الحريات. لماذا؟ لانه وقعوا على وثائق حقوق الانسان الدوليه، المواثيق الدولية وقعوا عليها، لكنهم لم يلتزموا بها، كذلك لم يلتزموا بالوثيقة الدستورية. هذا النص واضح جدا، هذا النص يمنع أي إنسان في أنه يعتقل إنسان لأنه أبدى رأي سياسي. ما تقول لي أنه هو ما في نص قال أنه مثلا المؤتمر الوطني، ما في رأي قال أن المؤتمر الوطني يعني يمنع شخص منتمي للمؤتمر الوطني بأن يعبر عن رأيه. الوثيقة النص واضح جدا وكلنا نتحدث عنه، عن هذا النص. والنص هذا، لكن انا ما اتكلم عن 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 المعتقل، اريد اتكلم عن انه هؤلاء المعتقلين، السجون الان تضيق المعتقلين، معتقلين سواء كان بسبب لجنه اداره التمكين او باعتقالات سياسيه اخرى. يعني اعتقال سياسي هؤلاء يا باشمهندس ارادوا ان يقوضوا الدوله وارادوا ان يهددوا الامن القومي للدوله بتاعهم. يا اخي لجنه اداره التمكين هي التي يقدموا للمحاكمه، قدموا المحاكمه يا اخي انت. ربما لم تكتمل لم تكمل التحريات. التحريات سنه كما ذكر النائب العام، لم تكن هناك حتى هذه اللحظه تحريات كافيه. النصوص الدستوريه، النص الدستوري بالمناسبه قيد حتى الفتره التي ينبغي ان يحال فيها الانسان الى المحكمه. يعني ما ممكن انت تقعد الزول 5 سنه حتى تودي المحكمه، ما جاي جدا المحكمه تبرئه، ما ممكن جدا تحكم عليه بسنه، يعني يكون 4 سنه كده سجن او انطى. أنا أفتكر أنه هؤلاء الناس حقيقة حطموا الوثيقة الدستورية وتعمدوا أن يعطلوا المؤسسات التي يمكن أن تحكم على الناس. مش كده القضاء، أين القضاء؟ أين القضاء؟ يعني أنت معقول يا أخي لجنة إزالة التمكين دي تشتغل لوحدها وتبقى هي الخصم والحكم؟ طيب الحبر ده، الحبر ده هو الذي قدم الدعوة ضد انقلاب 30 يونيو 89 وبقى عينوا النائب العام. الا يوجد تعارض كونفليكت اوف انترست؟ الا يوجد تعارض يعني في المصلحه؟ يعني انت معقول انت تكون انت تقدم بتاع الشكوى وتكون انت النائب العام الذي ينبغي ان يكون يعني محايدا وان يكون على مسافه واحده من الجميع؟ ما كان ينبغي اصلا ان يعين، واذا عين اذا كان عنده اخلاق إذا عين كان ينبغي أن ينسحب، يقول بأنه أبدا. بالمناسبة صدق يوسف عمل كذا،
صدي يوسف الشيوعي ده البلاوي اللي حاطه البلد دي كلها. عندما عين في لجنه الاستئناف قال بانه انا عندي راي سياسي، انا عندي راي سياسي عشان كده لا يمكن اكون في لجنه الاستئناف. ده موقف اخلاقي منه، لكن هذا الحبر الخصم والحكم هو الخرمجة. عندما تنتفي العداله فقد تودع من كل شيء. هذه الفتره الانتقاليه تودع منها هذه الحكومه، تودع منها لانها حكومه ظالمه، حكومه متشفيه، حكومه حاقده، حكومه تعطى تصفيه حسابات، حكومه لا تريد للبلد ان تمشي لقدام. يريدون نفس يكررون نفس الاخطاء السابقه. يتحدثون عن مثلا الحزب الشيوعي، حل الحزب الشيوعي هذا خطا كبير وهو الذي ادى الى كذا والى كذا والى قيام انقلاب مايو. طيب يا اخي انت بتعمل في كده الان، بتكرر هذا، انت بتعطي مبررات الناس كي يعملوا الجيل الثاني. نعم. فهؤلاء حقيقه فعلوا ما لم تفعله الانغاز. نعم. الانغاز صدقني بانه كثير جدا من هؤلاء الناس وزراء كانوا شغالين في مؤسسات الانغاز. عصمة الدل بيتكلم عن هذا مكان في وظيفه كبيره جدا في 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 بنك السودان. لا اريد ان اضرب لك مثال، كثير جدا شغالين في مؤسسات الانغاز وبتاعوا قاعدين شغالين في مؤسسات الدوله دكتور، ليست مؤسسات الانغاز. لا انا اقصد الحكومه هي التي عينتهم بالرغم انهم معارضين. مؤسسات الانغاز اقصد شنو؟ مؤسسات حكومه الانغاز في عهد الانغاز. لماذا هدل بيعملوها؟ بيعملوا كده الان؟ هم بيفصلوا الناس مجرد اتهام بانه عنده علاقه، مجرد اتهام بانه عين في زمن الانغاز يشيلوه برا. يا اخي ما ممكن جدا يكون بالكفاءه. جنرال الان هناك حديث عن انه المكون الموجود في الحريه والتغيير ربما يكون رغم الاخطاء الكثيره المذكوره الان اتفقنا واختلفنا حولها، هو الان يتخوف من قدوم حركات الكفاح المسلحه والجبهه الثوريه باشكال مختلفه لانها حتكون جزء من العمليه السياسيه في البلد، وبالتالي هذا سيكون خصما على الحصه التنفيذيه التشريعيه، خصما على الكيكه. هل فعلا التمستم ان هناك اشكال وصراع داخل الحريه والتغيير، وكيف ستتعاملون حينما تنتقلوا الى الداخل وتصطدموا بعد شويه بانه منلح يمشي وزير ومنلح يمشي مجلس التشريع ومنلح يكون في ازاله التمكين ومنلح يكون منو في الوقت اللي فيه البلد تعاني من كثير من الازمات لا احد يتحدث الان حولها ولا عنها؟ قبل ان نرد على هذا تحدث الدكتور عن الوثيقه تنص على عدم التمييز على اساس العرق او الجنس او اللون. ده موضوع مهم عشان كده هو اثاره، لانه نحن في مشروع التغيير وفي وثيقه سلام جوبا اللي تتوقع نهائيا بعد 3 يوم بنرى انه مشروع التغيير يقضي على الاستعلاء العرقي في السودان والتمييز العنصري والكراهيه الدينيه، وهذا كان هو سبب الصراع الذي كان يلعب عليه النظام البعث او الدول العميقة. باشمهندس يتحدث انه حتى التمييز في مسألة الآراء السياسية، بأن هناك عدد من المعتقلين داخل السجون مجرد آرائهم سياسية، ألم يكن هذا تمييز وخرق بالتالي للوثيقة السورية؟ هذا السؤال من الأجدر أن يوجه لممثل من الحكومة، أنه هو يعلم هل هنالك مساجين بآراء أم لا؟ صح؟ أنتم جزء من الحرية التغيير، جزء من الحكومة، جزء من الحضن. نحن الآن وفد المقدمة للجبهة الثورية، سوف نوقع سلام بعد 3 أيام من ثم ندخل في الحكومة وتنزيل اتفاقية ونكون هياكل الدولة. حتى بعدك ممكن بعد ذلك ممكن تسأل، لكن حاليا توجه الناس الموجودين في السلطة. السؤال اللي أنت قلته، نحن في اتفاقية سلام جوبا أهمنا هو إحداث التغيير الشامل في السودان. نعم. وليس الصراع حول المكاسب والمغانم، وتركنا هذا الأمر للذين يحبون أو يهرعون وراء المكاسب والمغانم. حققوا ما حققوا ولم يتقدموا إلى الأمام، لأن أهداف الثورة هي إحداث التغيير ومشروع التغيير. نعم. وليس السلطة أو الصراع في الكرسي. باختصار شديد، لما يتحقق السلام وينزل لأرض الواقع عندنا الاتفاقية هتنقوش في الوثيقة الدستورية، بكون عندنا منهج وقانون بيحكمنا. هل انتم مطمئنون على ذلك انه فعلا حيكون في هرمون وفي انسجام بين المكون العسكري والحريه التغيير الحاضر الموجود الان من اجل تسيير دولاب العمل؟ نعم سوف يكون هنالك انسجام. عدم الانسجام ناتج من غياب مشروع التغيير، لان مشروع التغيير يجسد مطالب الثوره 1 نمره 2، يعبر الطريق للنظام السياسي للدوله. مشروع التغيير هو بيد حركات الكفاح المسلح. اتفاقيه السلام هي التي صاغت
وأبطرت مشروع التغيير لأنه قائم على مطالب الثورة الشعبية السلمية حرية سلام وعدالة. لكن هذه الاتفاقية لمن تنزل على أرض الواقع تعبد الطريق للنظام السياسي في السودان بموجبه يتواءم النظام الاقتصادي مع النظام السياسي الذي يرتسم معالمه في اتفاقية السلام. زين جميل. بس مهندس أنا والله بالمناسبة متفائل جدا أحمد، كان ده بدون مجاملة، أنا متفائل جدا أنه تغيير الحاضنة السياسية بدخول الحركات المسلحة، أنا متفائل جدا أنه يحدث تغيير كبير جدا في الطريقة التي تدار بها الفترة الانتقالية، متفائل، هذا الذي أرجوه. لكن أرجو أن لا يعني يضاف فشل إلى فشل السابقين عشان ما تحمل المسؤولية عن الذي يحدث الآن. إذا كان أنتم مشيتوا في نفس الخط بتاع فشل هؤلاء الناس في إنفاذ وفي تنفيذ الوثيقة الدستورية حتتحمل المسؤولية وبعدين حتحاكموا سياسيا لدى الشعب. عشان كده مهمتكم أنه كل الأخطاء اللي حاصلة الآن حول المعتقلين وحول الخرمجة بتاعت لجنة إزالة التمكين وحول غياب المحكمة الدستورية وحول لجنة الاستئناف، يعني لجنة الاستئناف دي أنا قلت لك 1600، طيب ال 1600 وكسر دي المفروض تعملها 40-50 لجنة عشان شنو؟ عشان تحاول في خلال شهر تنظر في كل هذه البتاع عشان ما يطول أمد هؤلاء الذين اعتقلوا وصودت ممتلكاتهم وشيطنوا وكذا يعني. فلذلك أنا بعدين أهم من كده ما ممكن جدا لجنة الاستئناف دي يعملوها شنو؟ يعملوها هدادة هدينا صلاح مناع دي يعني أنا مسموه مناع الخير هذا إذا ما محايد يعني اللجان هذه التي تكون ينبغي أن تحرصوا على أنها تكون محايدة عادة لأنه الله بيزألكم من العدالة دي، الله بيزألكم من تصحيح الظلم ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مطعين مغنعين ووسيم لا يرتدوين طرفهم وفيهم. الله قال في آل عمران وحدها قال والله لا يحب الظالمين مرتين. فانتوا يا ليت لو كان انتوا اسهمتوا في تصحيح هذه الاخطاء من خلال هنا تصحيح الاخطاء من خلال المحكمه بتاع لجنه الاستئناف الوثيقه الدستوريه تكوين المؤسسات التي لم تكون حتى الان وتضمن انها تعبر عن الشعب السوداني. يعني اديك مثال هسه الان الاعضاء المجلس التشريعي دين كيف تضمن المجلس التشريعي دين انه يكون كابح لشنو؟ للسلطة التنفيذية ومراقب لأدائها، مش كده؟ ده دور المجلس التشريعي. نعم. المجلس التشريعي ده حقه فعلا يكون معبر لكن لما يكون هو ذاته قح هو ذاته قحط وهي قحط. أنت بتراقب شنو؟ أنا أراقب رقبتي؟ وهو نفس الخط اللي حصل لما جابوا الحبر هو الخصم والحكم. لابد من أنه تحقيق العدالة، تحقيق العدالة من أنه المجلس التشريعي ده يعبر عن كل الشعب السوداني. وياريت لو كان في ناس قاموا قامت الثورة دي آخر من 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 خرج من سجون الإنغاز محمد علي الجذوري معتقل الآن يعني عندهم حق داع وقف ضد النظام نظام الإنغاز وساهم في الثورة أكثر منهم أكثر من القاعدين حسب معتقلينه ليه لأن عنده رأي. ففي عدد من الذين ساهموا في ناي هل ينبغي يكون عندهم دور؟ بس مهندس يحاصرنا الزمن إحنا على خواتيم الحلقة ربما يكون محاور كثيرة لكن الزمن اللي يسمحنا هناك قضيتين مهمتين هنا أريد أن أخص فيها بضع دقائق. أولها مسألة الآن فك الاختناق الاقتصادي على الشعب السوداني عبر دائرة التطبيع ماذا تقول؟ والله يا أخي المبادئ لا تباع، المبادئ لا تباع. أترى الذين في غروبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. المبادئ لا تباع، لا تباع. نحن بالنسبة لنا قضية دي قضية بتاع دين مبدأ ما في طريقة. إذا كان المبادئ دي فلسطين دي وقف مع مانديلا ما مسلم ليه؟ لأن رجل لا يجامل في قضية الحرية عانى من الظلم واعتقل لذلك كان ضد الظلم اللي حصل للفلسطينيين غير مسلمين قالوا المبادئ لا تجزأ. فلذلك
ده هم عملوا ذلك. اما نحن بالنسبه لنا عباده، الموقف ده عباده، يعني كونه انا عجيف مع التطبيع من اجل اخذ لي قرشين ثلاثه ده كلام فن، ولا عشان احوي مشاكلي ما بتحصل. انا بالنسبه لي الاقصى الخرطوم ما مذكوره في الاقصى، ما مذكوره في القران، كان الاقصى مذكور في القران. الاقصى مذكور في القران جنرال. نفس السؤال، ماذا ترون؟ هناك تباين كبير جدا الان في حركات الكفاح المسلح، جزء مع جزء ضد، بغض النظر عن الازمه الاقتصاديه التي يمكن ان تفك عبر التطبيع مع اسرائيل، هل لكم مبدا قوي جدا الان في انكم بين تذهبوا اتجاه التطبيع؟ انا اتحدث عن التحالف السوداني تحديدا، هل هنالك مبدا في انه لابد من الاختراق والتطبيع مع اسرائيل ومزاله العلاقات المتبادله والمصالح المشتركه؟ ما هو موقفكم من هذه القضيه؟ لكي نجيب على هذا السؤال لابد ان نسال انفسنا اين نحن الان وفي اي عصر؟ العصر الذي نحن فيه الان ليس مثل العصور الوسطى. ما الذي تغير؟ نحن في عصر ثورة المعلومات والاتصالات العولمة. نحن في القرن 21. عصر العولمة، عولمة الاقتصاد، الاقتصاد العالمي يتحكم فيه الرأسمالية. ما علاقة ذلك بإسرائيل؟ ومنظمة التجارة العالمية. وصندوق النقد الدولي. العولمة حررت الاقتصاد العالمي. وحررت الإعلام، أصبح العالم مفتوح، وصفه البعض بأنه شاشة والآخر بأنه قرية، والاقتصاد العالمي أصبح مفتوح وحر. مسألة الاقتصاد مربوطة بالأمن الإقليمي والدولي، والأمن مربوط بالسلام، السلام العربي الإسرائيلي مثلا، لأن هذا يؤطر لعلاقات بين شعوب في المنطقة. جميل، دي فزلك كبيرة شوية يا جنرال. مباشر لحظة. أنتم مع أو ضد التطبيع؟ هذه هي الدوافع التي جعلت الدوافع يمكن أن تجعل السودان لحظة هذه هي الدوافع. أنا أتكلم لك عن السلام العربي الإسرائيلي. القرن 21 وعصر العولمة والاقتصاد هو الذي قاد إلى الاقتصاد والإعلام والأمن والسلام، هذا مكمل لهذا العصر. وهذه لا تكتمل إلى القرن 21. عصر العولمة ينبني على السلام العالمي، والسلام العالمي يقوم في المنطقة في الشرق الأوسط على السلام العربي الإسرائيلي. وبالتالي التطبيع إسرائيل ضرورة. تسابق العرب للسلام والتطبيع مثل السعودية، الإمارات، البحرين وغيره، وتسابقت الدول الإسلامية للتطبيع مثل تشاد وغيرها وغيرها. التطبيع يأتي في إطار السلام العربي. إذن أنتم مع التطبيع؟ لحظة، هذا لم يكن أيوة باختصار هذا بخصوص السلام العربي الإسرائيلي. أما نحن ليس التطبيع فحسب، نحن لنا علاقات مفتوحة مع إسرائيل في الحركات الكفاح، ولنا شعب موجود في إسرائيل هرب من الإبادة الجماعية التي مورست من جراء سياسة الإنقاذ، والآن موجودين لجوا وليس احتموا. الآن العالم فيها لاجئين ونازحين بسبب الحرب. لنا علاقات اجتماعية وصلات وأواصر وسلام دائم، لا ليست لنا كراهية تجاه عرق أو دين. ونحترم مطالب الشعب السوداني في أن يكون الشعب الفلسطيني يكون في دولتين على عهد 67 وعودة اللاجئين النازحين، ونتعاطف معهم إلى أن يتحقق أهداف فلسطين. وأنتم مع التطبيع؟ نحن مع التطبيع قلبا وقالبا. دكتور طيب، هو أنا بس أسأل بس سؤال، يعني انتوا حسا مش قلتوا بتقاتلوا من اجل الظلم يعني وكذا، لانكم ظلمتم الفلسطينيين دائما ظلموا. لماذا تقسموا الامر على اثنين؟ العداله لا تقبل، المبادئ لا تقبل القسم على اثنين. يعني انتوا اذا قلتوا بتحاربوا من اجل ضد الظلم، انا افتكر حقه تحارب ضد الظلم في كل مكان. لسه خلى بالمناسبه ناس كتير وهذا خلى مانديلا يعمل كذا، دي الناس شنو؟ المبادئ لا تتجزع. ده جانب. الجانب الثاني بالنسبه لنا احنا القضية هي ما فيها مجاملة أصلاً. دي بالنسبة لنا فلسطين الأقصى هو أولى القبلتين. الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين كان بيصلوا نحو الأقصى لفترة من الزمن، ثم حولت القبلة في مسجد في المدينة اسمه مسجد القبلتين. عندما جاءت الآية بتاع أنه يعني قد نرى تغلب وجهك في السماء من قبلة ترضاها،
يعني بحول فحولوا وكانوا بيصلوا طوال حولوا الى الى كذا يكون بيجي قبلتين في المدينه ان شاء الله ربنا يعني يمكننا جميعا ان نزور المدينه قريبا. فبالتالي الاولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لا تشد الرحال الا كذا كذا كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان من الممكن ان يعرج به الى السماء من مكه، لا عملت عبر شنو الاقصى، يعني مشى اسرى به الى المسجد الاقصى ومن الاقصى طلع الى السماء فوق. سبحان الذي اسرى بعبده من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا. بالنسبه لنا الاقصى مقدس، فلسطين ارض مقدسه، هي ارض الانبياء، الارض التي دفن فيها الانبياء ابراهيم الخليل ويعقوب واسحاق وغيرهم. مهندس بالمصالح المشتركه وبالاقتصاد هو يتجاوز هذه المسائل الان العالم يمكن هو الامس عصر حجري ونحن في عصر العولمه. الدول التي طبعت ماذا حدث لها؟ الله اسرائيل ما بتديك اي شيء. هؤلاء يهود، اليهودين شنو ذا منو ديكنز شكسبير عمل ميرشنت اوف فينيس تاجر البندقيه، احنا اليهود يشاركوا بتاع رطل اللحم وكذا. انا بدي اقول شنو انه الدول اللي طبعت لم تستفيد شيئا، لكن حتى كان استفادت حتى لو نقطوا لنا العسل نحن لن نجامل على حساب ديني. نعم لن نجامل على حساب الدين. جنرال ماذا عن الازمه الاقتصاديه الطاحنه الان وطمر الاقتصاد الشعب السوداني الان يعاني من ازمه جوع، القضيه لم تكن قضيه سلام او توقيع او خلافه، تتحدثون الان عن السلام، اين معاش الناس؟ اين الاقتصاد؟ ماذا فعلتم؟ هل هناك برنامج؟ اذا كان ردك واجابتك هو بالدين ربنا سبحانه وتعالى امرنا انه نؤمن ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله بني اسرائيل ورسل والكتب المنزله اليهم من الله سبحانه وتعالى، فانا احترم كل الاديان وهذا ما ندعو له في مشروع التغيير. دي اذا كان اجابه بالدين. اما معاش الناس نحن ندرك تماما ان المهدد الاول هو توجه السودان الان بعد ما انقضى عهد التوجه في ظل النظام البائد اللي كان توجه المعروف توجه الاسلام السياسي الراديكالي. الان نحن في توجه مشروع التغيير بعد توقيع السلام مباشره نتجه الى تنفيذ اتفاق نعبد الطريق نحو استشراف نظام سياسي جديد يتواءم ويتماشى مع المتغيرات ويواكب العصر. حينها ننفتح للعالم والوضع الاقتصادي سوف يكون مشرق ومزدهر والسودان يتقدم الى الامام. جنة وفردوس ظل هذه الاجراءات ماذا ترى؟ هؤلاء المخرمجون مثل بحاتة ديل، هؤلاء المخرمجون لن يصنعوا سلاما ولن يصنعوا اقتصادا، هؤلاء هم الفشل بعينه. المؤتمر الاقتصادي ده والله كان فضيحه بالله يا اخوانا. بكره مغالي اقروا دي دعايه انا مسميه خرمجت المؤتمر الاقتصادي خرمجت، وقالوا سموه قومي. هو قومي يا اخي اشارك فيه منه بس قحاته يسموه قومي. كان مغالي بكره عن خرمجه المؤتمر الاقتصادي. صدقني بانه ناسهم ذاتهم حتى التجمع المهنيين وصفوا قال بانه اعد لم يعترف باحد. هؤلاء الناس لا يجدون شيئا، ما بيعملوا حاجه ينظموا حاجه وينجحوا في شيء، كل شيء فشل في شل في فشل. الغريب الله يحمدوك شكر وقال ممتاز من ممارسه ديمقراطيه وممتازه، مع انه ناس زادوا قالوا ده كلام فارغ سكت. فلذلك انا افتكر ان هؤلاء الناس فاشلون فاشلون فشلوا فشل ذريع. الناس الان يعيشون في ضائقه، والله نحن جايين في الطريق الان جاي تكون اميال في صف بتاع وقود. مش معقول ما هذا الذي يحدث، ما حدث في تاريخ السودان. شنو الجزء اللي نلخص نقول لك؟ السلام مفتاح الاقتصاد، السلام مفتاح التغيير، والسلام مفتاح. اما كلمه واحده قالها هو قال انه لانه من ناحيه دينيه كذا، ابدا يا اخي ارض محتله. اتكلم عن ارض فلسطين محتله، احتلوها يهود الشتات. اي زول شفت يجي من روماليا والله يجي من هنا ويجي من بلغاريا وبتاع يجي يقعد ويطرد من اهل الارض. شكرا جزيلا باشمهندس. 72 ساعه تفصيلنا عن توقيع السلام وتحويل السودان الى جنه حسب ما ذكر الجنرال. شكرا جزيلا للمشاهدين الكرام، واشكر ضيوف داخل السيد باشمهندس طيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل، كما اشكر الجنرال احمد عيسى التغيير القيادي بالتحالف السوداني عضو الجبهه الثوريه الوفد الذي حضر الى الخرطوم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام ومتابعتكم لنا، الى التقيكم في حلقه قادمه. هذه تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.